بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الأكمل والسر الأوحد، صلاة تكفينا بها سحر ساحر وعين حاسد إذا حسد، وتسترنا سترا بمدد، وتصرف بها عنا حوادث الدهر والبلايا وكل نكد، وتفتح لنا بصائرنا في كل أمد، وترزقنا وتقضي حوائجنا، صلاة بعدد كلماتك التي لا تنفد، وعلى آله وصحبه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله فائدة عظيمة للشخص النرجسي والسيء الطباع والذي يكون يعني شديد الغضب وسريع الانفعال، فتابعوا معي الحلقة على بركة الله. فهذه الفائدة نافعة جدا بإذن الله تعالى للشخص النرجسي ولمن يعاني من العصبية المفرطة ومن سوء الطباع ومن الغضب الشديد بدون سبب، سواء كان هذا الشخص زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا أو العكس، يعني زوجة أو أما أو أختا أو بنتا، المهم أن تربطك به صلة قرابة، ويجب أيضا وشرط أن يكون ساكنا معك في نفس البيت. وهذه الفائدة قوية جدا ومفعولها يظهر من الأسبوع الأول بفضل الله تعالى وبركة آيات كتابه وتجليات أسمائه الحسنى، وسوف تلاحظون هذا بأنفسكم. طريقتها هي كالآتي، سأشرحها لكم بالتفصيل على بركة الله. شرطها الأول أن تكون طاهرا ومتوضئا، وأن تستقبل القبلة أثناء قراءتك، ووقت القراءة يعني ليست مشروطة بوقت معين، بل تختار من الأوقات ما تشاء، وفي أي وقت تيسر لك من الليل أو من النهار تقوم بها. تأخذ على بركة الله كمية من السكر تكفيك لعدة أيام، وتقربها لفمك أثناء القراءة حتى تصلها ذبذبات القراءة، وطبعا يجب أن لا تنسى النفث عند كل قراءة، يعني أي شيء قرأته تنفت بعده. وهذا ما تقرأ بالتفصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة أول شيء، ثم بعدها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 7 مرات، ثم سورة الإخلاص 51 مرة، بعدها تقرأ سورة القدر 21 مرة. بعد أن تنتهي من قراءة السور تذكر يا سلام يا علي يا جليل 33 مرة، تذكرها هكذا كما قرأتها مجموعة، يعني ليس كل اسم لوحده 33 مرة، بل مجموعة هكذا 33 مرة، وتختم باللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 12 مرة. وكما ذكرت يجب ألا تنسى أن تنفث على السكر أثناء كل قراءة. وبعد هذا تأخذ هذا السكر وتستعمله عادي في أي مشروب، سواء كان شاي أو قهوة أو عصير أو حلويات أو أي أكل أو شرب يحتاج للسكر، ويمكن أن يأكل منه جميع أهل البيت، فليس هناك مشكل في هذا. وإذا كان الشخص المعني بهذه الفائدة لا يأكل السكر، فيمكن استبداله بالقراءة على ماء يشرب منه، ويحضر منه الشاي والقهوة والعصائر أو أي شيء يمكن أن يستهلكه يوميا، وبإذن الله تعالى سوف تلاحظون تغير الشخص وتحسن معاملته وأخلاقه وهدوئه من الأسبوع الأول. فداوموا عليها بدون انقطاع على الأقل 40 يوما. وبعد هذا يمكن تجديدها في أي وقت أحسستم بالحاجة لتجديدها.
وصلنا أحبابي في الله إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بهذه الفائدة الجليلة. أشكر لكم متابعتكم، وأشكر لكم وفاءكم، وأشكر لكم دعمكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.